الخطر ديال التطبيع هو انه ماشيين حاليا في واحد المسلسل ديال تصفيه القضيه الفلسطينيه. تصفيه لان لما اسرائيل الان دابا من ناحيه ديال التطبيع كدير التجاره مع المغرب، كتبادل واحد 40 مليون ديال الدولار ديال الواردات، كنبيعوا لها واحد شحال واحد 11 مليون ولا شي حاجه ديال التصدير منهم. ديك السكسو اللي كنشريو سميتو ديك داري لا مارك داري راه كتباع في اسرائيل. فليكن في علمكم لي سوبر مارشي. وكذلك كنبيعوا لهم السيارات غنو 10000 سياره كتمشي من طنجة مد لحيفا. كنبيعوا لهم واحد العدد ديال المواد اللي هي بحال الزيتون بحال السمك السردين. هذا من جهه. من جهه اخرى عندنا شركات معترضه يعني صهيونيه اللي هي عندنا في المغرب زيم كدير النقل بين المغرب واسرائيل اللي هي شركه صهيونيه. عندنا شركه نيتافيم راه غير الانظمه ديال الري اللي معترض. هذه الارقام اللي كنعطيكم جاي مصدرها اسرائيل ماشي المغرب، مصدرها اسرائيل. مليون ديال الدولار اللي باعت المغاربه في بالخصوص في الجنوب ده اللي هي في الجنوب ديال المغرب بالخصوص اللي دايرين فيه الفورم ديال السعوديه وسوجيتا فين حكيت دابا 40 قطعه. القطع اللي كينتج التمر دابا ديك التمر ديك سميتو المجهول. انا كنصحكم ما تعاودش تشريو المجهول كاع قطعوا نهائيا. المجهول كما كان واخا يقول لك هذا مغربي وفعلا يمكن يكون مغربي احسن الواحد يتفاداه، لان كاين الشك داخل فيه الشك. علاش؟ لان هذاك المجهول ولا كاين تنتج مغربيا من طرف صهاينه هنا في المغرب. اذا الواحد ما كاين لاش يعطيهم شويه ديال سميتو هذا المجهول. وثانيا هذا المجهول ما يعني ما دايرين داخلين عليه جينيائيين ولا سميتو جينيائيين دايرين تغيير جيني ديال التمره باش تنتج اكثر، ولكن والمضره للصحه. وثانيا حتى المذاق ديالها ماشي بحال المذاق ديال التمر. من ناحيه ديال الفلاحه داخلين في واحد العدد ديال البذور ديال الماطيشه ديال اللي تزرعتي صيفطوا لنا البذور ديال كاين واحد العدد ديال المسائل اللي هي في الواقع موجوده. بالنسبه للمغرب الان هو كيقال لافيكسيون ماشي صيفطوا لنا سميتو بومبيو كي كيقولوا له الشرقيين بومبا كتبومبي ماشي يجي لهنا. علاش كيصرح؟ علاش باغي؟ قال لك يدفع عجلات التطبيع. عجلات التطبيع دابا يعني تيسوق لها هو باش يسرع وتيره التطبيع بين الدول العربيه واسرائيل. هنا المشكل هو ان الجماهير المغربيه والعربيه مازال ما دخلتش على الساحه ديال الصراع كما كانت عليه الستينات السبعينات الثمانينات. انا كنعقلوا في الستينات والسبعينات والثمانينات خصوصا بعد الحرب ديال 67 راه كانت مواجهه الى ديال التعبئه وديال النضال ضد اسرائيل.